صباح الخير أعزائي المشاهدين ومتابعي برنامج هي دي مصر وفي حب مصر، أهلا بيكم. معكم أماني علي في وفقرة جديدة من فقراتنا صحتي والناس. الفقرة دي عملناها لكم عشان نفيد كل فرد في الأسرة. معانا النهاردة الأستاذ محمود رجب البحراوي، معالج بالطب البديل، عمل وصفة بتقضي على النهجان والكوليسترول والدهون الثلاثية، عملها مجانا لوجه الله. بالفعل الناس كتيرة جدا خدت الوصفة بتاعته ديت والحمد لله تعافوا وبقوا كويسين جدا. النهاردة عشان كده أنا جبته لكم النهاردة عشان نفيد أي حد تعبان. أهلا بك يا أستاذ محمود، أهلا وسهلا فيك. عايزين نعرف إيه هي الوصفة ديت. الوصفة دي حضرتك، بسم الله الرحمن الرحيم. الأول بسم الله أبدأ وعلى الله أتوكل وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. الوصفة دي يعني من جمالها وحلاوتها حبيت أوصلها للناس كلهم. الوصفة دي عبارة عن إن هي بتقضي على النهجان نهائيا، يعني واحد مثلا ما بيقدرش يمشي من 2 3 إلا يكون بينهج. أو واحد بيقوم من على السرير بتاعه بينهج، يجي يطلع سلم مفيش. أو من هنا بدأت فكرة إن أنا لازم أعمل حاجة تقوي عدد القلب، واخترت 2 عنصر لتقوية عدد القلب. أو اللي هم إيه؟ أولا زيت الخس. أو زيت الخس من أجمل ما خلق سبحانه وتعالى في تقوية عدد القلب بدون أي أضرار تذكر، أو ولا واحد في المليون. بيستخدم إزاي يا أستاذ محمود؟ زيت الخس دوت أول حاجة بيعمل على تهديد الجهاز العصبي، أو وبالتالي بيأثر على عدد القلب. أو معاه الجنزبيل. زيت الجنزبيل ولا زنجبيل لا زيت باودر؟ لا زيت الجنزبيل. أو زيت الخس مع زيت الجنزبيل انا بدي شعيرات دمويه بقويها جدا، اه، وادخلها جوه الاوعيه الدمويه وبتاخد معايا العناصر بتاع زيت الجنزبيل. اه دول نقطتين اتنين، والاتنين بيخشوا في تقويه عدد القلب. تمام. طب ايه تاني؟ بتمنع السعال الديكي واي كحه. اه كلام سليم. احنا دخلنا هنا في 2 بيقوي عدد القلب جدا. اه عايزين بقى نخش على مرحله النهجان، ده سببه ايه؟ اولا سبب النهجان وسبب مشاكل القلب القولون. القولون بيأثر على أي مشكلة؟ أيوه. أه هو سبب أي مشكلة في الجسم. تمام يا فندم. أه بطنك سليم، أنت سليم، مفيش حاجة خلاص. صح. ضغط، سكر، كل اللي أنت يخطر على بالك. المعدة بيت الداء. قال صلى الله عليه وسلم. أه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال المعدة بيت الداء. صح. كلام سليم. في عنصر هنا بيتدخل جدا بيهيج القولون. أه لما جه راجل أعرابي بيقول يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، صلى الله عليه وسلم، عليه السلام، قال لا تغضب، قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. إذا هنا الغضب بيؤدي إلى تفاعلات الجهاز العصبي المركزي مما يؤدي على نبضات القلب. أيوه. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. أيوه. من الهم والحزن. والحزن. دي مشكلة كبيرة جدا. إذا العناصر ديت لو اتكونت في إنسان بتهيج عنده القولون، وبالتالي بتعمل مشاكل للقلب وللرئه. ازاي للرئه؟ لما يكون عندك القولون، القولون بيعمل غازات وانتفاخات وامساك والكلام ده كله، فبالتالي بيضغط على المعده، المعده بتضغط على الرئه وبتضغط على الجسم كله. ايوه. وبتعمل مشاكل لا حصر لها. والحمد لله رب العالمين بتوفيقه حته القولون ديت، في ناس عامله لها وصفات جميله جدا كتير. بس انا مش عايز اتفرع دلوقتي، لازم اخش في حته القلب والشرايين. تاني مرحله، تالت حاجه بقى اللي بتساعد ان يكون فيه هدوء نفسي وسلام نفسي وبتعمل على تهديد القولون، الا وهي زيت كبد الحوت. زيت كبد الحوت. زيت كبد الحوت. يعني زيت الخس وزيت الزنجبيل وزيت كبد الحوت. الحوت. اه تمام. طيب انا لما ادخل زيت كبد الحوت هنا، زيت كبد الحوت ساعات بيظبط ضغط الدم جدا. اه وساعات بيقلل اللي هو ضغط الدم، لازم احطه مع عنصر الجنزبيل يخلي لي ضغط الدم في مستوى الطبيعي. كلام سليم. زيت كبد الحوت ده هو من جماله كمان ان هو بيعمل مع السلام، على السلام النفسي. ازاي بيعمل على السلام النفسي؟ بيمنع اي مشاكل في القولون، وده سهل جدا. هو اي نعم يعني طعمه وريحته تكاد تكون منفوره عند بعض الناس، لكن بتحل لك مشاكل انت مش هتصدقها. مش هتصدق، بص لك القولون عندك بقى هادي تماما. كمان يعمل على عدم تصلب الشرايين نهائيا. ما هو طالما مفيش تصلب شرايين يبقى كده الضغط مظبوط. تمام. صح كده؟ مظبوط. لان ده بيعمل على ارتفاع ضغط الدم. تمام يا فندم. نيجي بقى على حته توسيع الشرايين، ناخدها منين؟
ناخدها من زيت التوم، تعمل على ايه؟ توسعه الشرايين. الوصفه دي في مجملها اساسا بتقضي على حاجه اسمها دهون ثلاثيه وكوليسترول نهائي. طيب النهجان ده هو بيجي نتيجه حاجات كتير، ممكن يكون واحد يقول لك انا مدخن، لا، النهجان ده اسبابه كتير قوي جدا. لما انا باخد سكر كتير او حلويات كتير بيعمل عندي توتر، بيعمل عندي ارهاق، عدم نوم، ما بقومش بواجباتي اليوميه في شغل وخلافه، بيشتت ذهني. ده السكر. ايوه السكر غذاء الوحيد للسرطان. ما حدش يزعل مني ان انا اقول كلام بس في فايده للناس. لازم انت تقلل الحاجات دي خالص تماما، لو مش قادر تسيبها قللها تماما. نقلل شويه يعني. اللي باخد 3 معالق سكر يبقى معلقتين، وبعد كده معلقه ونص، يعني يا ريت يفضل على يقلل على قد ما يقدر. وفي ناس كتير ثابته جدا، لانه اصلا بيأثر الراجل جدا، ثابته خالص. ثابت السكر خالص. السكر اشد ضرا من التدخين فعلا. صح، بيفتك بجسم البني ادم. ويكفي ان انت لما تعرف ان بيبقى في قلق وفي ستريس وفي ارق وعدم نوم، انت هتقوم بواجباتك ازاي؟ صح. كل ده جهاد على القلب. كل ده يعمل لك قولون، القولون بقى خد بقى مشاكل لا حصر لها. كمان الوصفه ديت من جمالها وحلاوتها ناس كتير جدا 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 بفضل الله تعالى في الوطن العربي كله شكرون عليها. قالوا لي مش ممكن، يعني بعض الاطباء اتصلوا بيا قالوا لي يا محمود انت عملتها لله. قلت له قال لي عايزينك تطلع في يوم من الايام تشرحها ازاي وليه عشان توصل للناس. معنا فعلا عايزينها توصل للناس. ما انا هقول لحضرتك الوصول للناس ربنا وصلها. وربنا هو اللي شفى بيها، بس هي جت على لساني. ما طبعا شافه والله. الشافي هو الله سبحانه وتعالى. فمن جمالها وحلاوتها، انا اغلب الناس اللي بتتصل بيا مش بتتصل بيا عشان ان هي عايزه علاج او عايزه هتاخدها مني او الكلام ده كله، انا قلتها وانت هتاخدها من اي عطاره تكون مضمونه، بس الزيت اللي انا بستخدمه ما رضيتش اجيبه معايا عشان ما حدش يقول انت بتعمل اعلان للشركه. لا، انا بقول لك الزيت كذا وكذا وكذا وكذا، وانت شايف اللي في ايدي. انت شايف الزيت اللي في ايدي شكله ايه؟ الزيوت ديت ما بتعملش اي مشاكل تماما، ملهاش اي اضرار خالص ابدا. ابدا. شوفي من جمالها وحلاوتها اصلا اساسا بتقضي على قرح الجهاز الهضمي. انت متخيل؟ يعني هي بتعالج مشاكل تانية كتير مع النهجان والكوليسترول والدهون الثلاثيه. انا قلت في احد البرامج ليا على الصفحه بتاعتي على الفيسبوك، قلت وداعا عن الدهون الثلاثيه والكوليسترول. يعني واحد يبقى عنده الدهون الثلاثيه والكوليسترول 400 تنزل لغايه 120 في اسبوع. حاجه في منتهى يعني حاجه جميله جدا طبعا. سبحانه. بعض الناس القيادات الكبيره اللي هي المرموقه قال لي نزل الحاجه ديت للناس. نزلها لله. احنا جربناها وعايزينك تنزلها صفحتك وهتوصل. فالناس دي القيادات الكبيره ديت اصلا بتحب شعبها طبعا، بتحب ناسها ومعتبرينهم اهلهم طبعا. فلما نزلتها انا كميه الاتصالات اللي جت لي على الفتره اللي فاتت دي كلها انا لا تصدق. يعني ناس بيشكرون عليها جدا، يعني حتى في الوطن العربي في السعوديه والامارات بيقولوا مش ممكن. واحنا كنا جابت نتيجه حلوه فوق الوصف. ما انا فعلا دخلت على صفحه حضرتك لقيت في ناس كتيره جدا وخدوا الوصفه ديت والحمد لله تعافوا، وكان المفروض في ناس المفروض تركب دعامات والحمد لله ما ركبوهاش والنهجان راح. انا مش عايز اخش في تفاصيل. هي فعلا قضت على حاجه اسمها تركيب دعامات. تمام. من الاخر. طب الحمد لله احنا هنا عشان نفيد الناس. يعني مثلا انتوا هتجيبوا زيت الخس وزيت الجنزبيل وزيت الزنجبيل وزيت كبد الحوت وزيت الثوم وزيت الثوم. طب هيستخدموا ازاي؟ اللي عنده سكر زي. اللي عنده سكر لو ما عندوش عسل واثق فيه والمصدر كويس. ما تحطش عسل. اللي ما عندوش سكر يحط عسل عادي. يعني احنا هنجيب زيت كبد الحوت وزيت الزنجبيل وزيت الخس وزيت الثوم وزيت الثوم هنحطهم على كيلو عسل؟ لا، هنحطهم وزن على ايه؟ بوزن. وزن بوزن. يعني انا بالمقاس حتى، لان العسل هيبقى اتقل من الزيت. طيب معلش يا استاذ محمود، احنا معانا اتصال من الاقصر. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي ليك يا استاذه وتحياتي للدكتور وتحياتي لاحسن فريق اعداد وخان الصحه وجمال. تحياتي لحضرتك يا فندم. اتفضل. احنا بنربح فيكم جدا جدا في الصعيد، خلي بالك. اهلا بيك. تحت امرك. الله يبارك فيكم يا رب. بالنسبه يا دكتور، انا مش دكتور. عجيب يعني الزيت والحاجه والعسل نحله كله بنجيبوه مغشوش. يعني زيت الخس النهارده عشان اروح اجيبه مش حلقاه، زيت الجنزبيل مش حلقاه. كله زي ما انت عارف عندنا طبعا احنا كمان خاصه في الصعيد. العسل النحل النهارده بالزغل نفسي الاقي كيلو عسل نعمل صافي. فيا ريت تفيدنا سيادتك يا دكتور.
طب احنا ممكن نوفر لهم الحاجات دي يا استاذ محمود؟ ان شاء الله. وفي عندنا شركات عظيمه، الشركات العظيمه ديت اساسا اللي انا بستخدم الزيت بتاعها اصلا موجود في جميع انحاء العالم، ازاي مش موجود في الاقصر؟ ازاي؟ على العموم لو هو مش موجود احنا نوفرها لكم ان شاء الله، وتواصلوا مع التليفون اللي موجود على الشاشه. تمام؟ طب نكمل كلامنا. حضرتك حاجه ثانيه، في بعض الناس فاهمه خطا ان انا بتكسب من الحاجات دي. لا حضرتك عاملها مجانيه. اما انا منزلها كذا مره ونازله فعلا على الفيسبوك. ونازله كذا مره ونزلتها كذا مره وبالتفاصيل، لكن بعض الناس بيروح زي ما حضرتك بتقولي بيحط الزيوت ديت على كيلو عسل. طيب انا حاطط 120 جرام على كيلو عسل هيفيد بايه؟ هيطلع لي ربع جرام في كل معلقه. لا انت ما بتركبش غلط، ركب صح. مقاس قد مقاس الزيت عسل. يعني انت بتجيب القرنينه اللي انت شفتوها ان انا مركبها، قد مقاس الزيت عسل. وبترج وبتاخد معلقه صغيره قبل الفطار بساعه ومعلقه صغيره قبل العشاء بساعه. من 5 ايام بالظبط النهجان بيروح نهائيا. ما شاء الله. خدت بال حضرتك؟ الحاجه الثانيه، الوصفه ديت بتمنع تلف خلايا الرئه. ليه؟ لان زيت الثوم اصلا بيعالج السل الرئوي. طيب عندي كمان زيت الخس بيمنع الكحه وملين طبيعي. وبيمنع اصلا فساد الاوعيه الدمويه والشعيرات لمده دقيقه، بيقويها جدا. لذلك لو انا جبت مثلا، انا جبت مثلا معلقه زيت خس صغيره على معلقه اللي هو طلع النخل، وحد خدها، لو في نزيف، لو واحد عنده ضغط عالي لا قدر الله، بمناسبه الضغط العالي ده، ما ده مش مرض، ده منحه من الله. ليه؟ للناس، لان مصر في كثر فيها ناس عندها بدانه كتير. انا لما اعمل حاجه اسمها صيام طبي 5 ايام او 6 ايام او 3 ايام على قد ما تقدر، من اول يوم ما تاخدش حبه الضغط. ايه الصيام الطبي ده يا عم محمود؟ انت دوروا عليه في اليوتيوب، اكيد موجود عند الناس كلها، وبيحل مشاكل اللي حصل لها من ده السرطان. باجي انا كمان اخد الصيام الطبي دوت على اساس ان هو علاج فعال جدا لامراض كتير. تمام؟ بنتبه تماما ان ما يكونش في حاجه اسمها فاصل. هنختم ان شاء الله. نشكر استاذ محمود تحت امرك. يعني ان شاء الله باذن الله حضرتك هتبقى معانا في فقرات تانية باذن الله. انتظرونا في فقره جديده باذن الله. السلام عليكم.